السلام عليكم ورحمة الله، مكاوي ومنور وبقية الإخوة المشاهدين مع الدرس الفيديو 3 ودرس جديد. طلب مني بعض الإخوة أن أشرح مسألة الريشة 2 من 4 أو 3 من 4 أو 4 من 4. فالآن أود أن يعني أعطيكم مثال لهذه الريشة على وتر واحد، ويمكن أن يطبق في الأوتار الباقية. نطبق على وتر الري، ونتذكر إنه مسكة العود بيد واحدة، والريشة عندنا، أنا عندي ريشة قرن، ويعني حتى لو فكيت الإيد اليسار العود بيكون ثابت، فهذا مهم جدا في عزف العود. ونبدأ بالريشة 2 من 4. كيف أقدر أنا أحسب 2 من 4؟ 1 2 1 2 1 2 1 2. وكيف أقدر أعد 3 من 4؟ 3 من 4 هو حقيقة إيقاع الفالس. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. إيقاع الأربعة من أربعة برضو بنحسب أربعة ضربات. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. وهذا هو إيقاع المكسوم تقريبا. طيب، وتر الري، ودائما يا إخوتي في الكروماتيك كل إنسان يحتاج لكنترول، وما في الكمال لله. فخلوا جنبكم يعني الموبايل يكون فيه عليه جهاز دوزان أو تطبيق دوزان. فإذا عزفت أنا الآن يعني وتر الري، شايفين الري وتر الصول، دوزاني لازم يكون جيد، وتر الدو، وتر اللا، وتر الصول، وتر الدو في القرار. تمام، الواحد يكون عنده هذا يعني التطبيق بيلاحظ هذه الأشياء. طيب نبدأ في ريشة 2 من 4. 3 مرات، وأكون يعني باقي في نفس الإيقاع. مهمة جدا. كده نكون انتهينا من أمر الريشة 2 من 4. نشوف ريشة الفالس 3 من 4 على نفس الوتر، وتر الري، وعلى نفس التطبيق الكروماتيك. 1 2 3 1 2 3 1 2 3
بعدين داون اب داون داون اب داون داون اب داون. دائما ببدا بالداون، يعني انتهيت من المازورة الاولى داون اب داون 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 داون. عود محمدي، الرنة تستمر مدة طويلة. طيب على الكروماتيك، مرات في تمارين للمغنيين منور ومكاوي هم المغنيين، أستاذ نور برضو أنت صوتك جميل، فالرجاء الغناء مع النغمات. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. الإخوة من السودان أو من الدول بتعزف خماسي مراجعة مثلا الفا والفا دييز، الفا والفا دييز بتطبيق الدوزان، مهم جدا. طيب مشينا الآن، انتهينا من الثلاثة من أربعة، نمشي لقضية الأربعة من أربعة. كيف أحسب الأربعة من أربعة على العزف، على طريقة العزف؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 الأربعة من أربعة. ضروري جدا عند العزف ما نتسرع، لو يا حبذا لو الواحد عنده مترونوم يمسك له الزمن، با 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 با. ومهم جدا في بداية كل مازورة النبر على رقم واحد، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. وأود أن أختم هذا التمرين، هذا الفيديو، بإيقاع الكوكو. إيقاع الكوكو هو إيقاع من إيقاعات الماندينكا في ويست أفريكا، في أفريقيا الغربية، وهذا إيقاع لآلة الجنبي، الإيقاع الجنبي، وأنا حاولت أطبقه على العود، وهذا يعني يعكس ربما تعليمي لهذه الآلة. فالآن أوضح لكم كيف يعزف إيقاع الكوكو. إيقاع الكوكو يعني طريقته بو بو بابا بوم با 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 بو بو بابا بوم bu pa pa bum pa bu pa pa bum pa bu pa pa bum pa bu pa pa. أنا أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من هذه التمارين، ومن يعني أراد وأحب يمكن أن يعمل لايك ويسجل في القناة، وأكون لكم شاكرا ولفضلكم ذاكرا.
بارك الله فيكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. معكم الدكتور محمد بدوي من ألمانيا. شكرا جزيلا.